صباح النور، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد قريبا لكم اختي، حيت عبدو عنده هاد السيبور قريبا للوجه. كي دايرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ حنا رفيقين بكري دابا 8 شادين طريقه نمشيو عند سمية صاحبتي سيدي بوزيد، مريضه هاد السيمانه كانت في الكلينيك، غنمشي عندها نشوفها. انا كنت خدامه في السيمانه ما قدرتش نمشي اليوم، غنمشي نشوفها ضروري. كانت راه في التليفون وكلشي، زاد عليها الحال، كيدوزوا لها الدواء في السيروم وداكشي، عندها فقر الدم حاد وخرجوا لها بزاف ديال لي زاناليز وداكشي. المهم تكون شفتوا لي ستوري، الله يشافيها يا ربي ويعافيها ويشافي جميع المرضى. صراحه بقات فيه بزاف، قطعت ليا قلبي والله، بغيت حتى نمشي نشوفها. صافي دابا الويكاند، قلت لعبدو يلا البارح درنا بروغرام، قلنا غنمشيو نشدو الطريق زعما الصباح بكري، كنا غنمشيو في الليل، ولكن عبدو جا معطل، ما جيتي عبدو شي 12 عاد جا عبدو من الخدمه. صافي دابا فاق الدوا، شوفو ما نشفش شعري، تنشوف الا كان شي صالون هكا حال في الطريق، ندير شي بروشينغ خفيف، واصلا كاين الصغد والله ما قدرت نشف الدار. ايوا صافي دابا غندير ليكخون ديالي ونشدو الطريق، وهانتوما معانا الله يسترنا على خير. باقي ما فطرنا ما والو، فين غنفطرو الساعه بكا؟ نفطرو في الطريق، طلع الفيرما هي الاولى. لا ما تقولش ليا، شنو هي الفيرما؟ هي هاديك تاع بصح تنكونو جايين ونطلعو الفيرما. انا جو بونس خصنا نفطرو بعدا. شحال زوينه ما تكونيش صايقه، كيبقى لك الوقت تقادي راسك، ديري ليكرون تماكي تعبدو ولا حافظ هاد القضيه. كيقولي صافي يلاه سال الطوموبيل وكملي، غير باش ما نتعطلش عليه. ما كيبغيوش يتسناو يا اختي، ما كيبغيوش يتسنى. غسلت وجهي الصباح بجل نيتوايون، درت لي دغاتاسيون، دابا غندير غير ليكرون. شوفوا شعري نشف غير في الطريق، شوفوا هادي تبوكلات نخليها هكا، ما بقيتش غنصوب اختي الصهد. قلت لعبدو صافي بلا، دخلنا جديده قلت ليه نشوف شي صالون ساكتي صافي بلاش. المهم دخلنا جديده، خلينا شويه ديال لي فخو وداكشي، ودابا وصلنا سيدي بوزيد. الصراحه الطريق زوينه، جينا مفوجين كنغنيو، الطريق فنه. ملي كتوصلي جديده كتفاجئي، الجو ديال البحر والهواء فن، وسيدي بوزيد هو خلاص. عرفتوا كنديرها لكم دابا لي ستوري في انستغرام، وسولتكم درت لكم سونداج. انا عارفه بزاف البنات تبعيني من جديده، ولكن في سيدي بوزيد ما كنعرفش، قلت شكون اللي متبعني من سيدي بوزيد وشكون اللي من جديده. لقيت ممكن حاليا دابا يعني ما باقا ستوري غتشاف زعما على النهار كامل، تنشوف العشيه، ولكن دابا في الصباح البنات اللي داخلين وجاوبوني لقيت سيدي بوزيد اكثر من جديده. عرفتوا لقيت بزاف ديال البنات من سيدي بوزيد زعما سبحان الله. بوسه كبيره لكم كاملين، صراحه انا كنحمق على الجديده وعلى دكاله والاجواء، الناس ديال الكرم ديال الخير. ديما تنقول لكم جديده يعني دكالات يجوني قرابي للمزاب ولاد حريز كيجوني هاد الثلاثي، حيت انا كان عندي صحاباتي كانت عندي حريزيه ودكالي راه باقيين عندي صحاباتي الله يخليهم ليا. كنشوفوا ان الثقافات ديالنا والتقاليد ديالنا داكشي مقاربين بزاف. المهم دابا وصلنا قلت لكم سيدي بوزيد، عبدو مشى لبيم ياخذ شي حاجه للفطور، ما بقيناش فطرنا في الطريق، لقينا راسنا وصلنا، جينا كنغنيو تلقينا راسنا وصلنا. كنا ندخلوا جديده صافي، وعيط لي لعبدو لعبد الجليل قال لي حنا صافي وصلنا، كنا اللهم نديو معنا شي حاجه هكا للفطور ونفطروا مع سميه. هادشي ما كان مهم على سلامتنا، تنوصلوا نصور لكم صحيبتي يا ربي نلقاها شويه على خير وبخير. ما هضرتش مع هاد الصباح، عارفاني جايه حيت البارح هضر عبدو مع راجلها، يعني عارفاني جايه قلت صافي بلا ما نعيط لها. فين كتنعش مزيان ومني كتاخذ الدواء كتعاوتاني تنعس، ما نبغيش نخربقها هكا في الصباح. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Salam. كيرا لا دخلة، شوفوا عند من جيت صاحبتي الزوينه في جميع حالاتها. زوينه تقول عافيه تقول شوفي جميله في جميع حالاتها. لا غنخلع البنات بهذه الحاله اللي انايا بحال هكا والله ما بقيتش حامله. لا لا عاد شوفي فتره
وكتفوت عادي شحال دوزنا حنا. انا ملي كانت ماما مريضه عقلت شحال تعافيت تمصيت شهر واحد بزاف. انا واحد الشهر تمصيت. انا ماشي دابا شحال 54 خصنا جمع من الضعف. انت شحال 54؟ انا 54. ماشي مشكل كلشي كيتعوض. قلت لها شحال انا غابر على البنات ما طليت عليهم غنطلع عليهم غادي نخلعهم بالضعف. عرفتي والله ما كنت غنصور. قالت لي مسكينه واش دايره فلوق. قلت لها بديت مع فلوق الصباح بغيت تقولي صافي اجي نطلع البنات. حتى هي كتسولوا عليها خليو لها في التعاليق الله يشافيها ان شاء الله. امين يا ربي. الناس اللي كيسولوا شنو عندها وداك الشيء حيت كاين بنت ما تفرجوش لي ستوري عندها فقر دم حاد مهم رخات على راسها بزاف 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 ياكي. كان عندها تريتمون ما شرباتوش عندها فيتامين دي ناقصه المناعه طايحه وكانت مسكينه في كلينيك السيمانه اللي فاتت خرجت غير هاد الجمعه اليوم كنصور لكم فيديو لحد ما الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا فرحانه جات عندي نواه جات تشوفني اختي دارو شحال عندنا 100 عندنا 100 عندي النوال والله عندي عزيزه. قلت لها انا اللي باغي نمشي انا اللي باغي نمشي على زعما الدخله ديال الدار تجي عندي ان شاء الله. صدقات هي اللي جايه لعندي والله عسى المرحله واش ضروري فرحت بزاف وشحال حتى انا ما طليت عليكم. البنات اللي كيسولوا عليا في انستغرام تيقول لي غبرتي عندنا في يوتيوب والله ما كره ترجع لكم البنات غير صبروا عليا شويه ارتاح نفسيتي ترتاح. الله يسلمك ان شاء الله. والله شوف دابا خصك الراحه الشهر خصك الراحه يعني من التليفون من السخيف من كل شيء. خصك الماكله مزيان وخصك الدواء خصك تبعي الدواء ما تقطعيهش. فيتامين دير لك ديك الديكيور فور اللي غادي نشوف ان شاء الله غدا مع الطبيبه نشوف شنو غتقول لي. خدي هي غتعطيك تريتمون تاخدي الحديد تبعيه وعاد الماكله خصك تاكلي مزيان ونعس. النعاس رابع حاجه هي النعاس كتنعش في الليل ما كنعشش وكنطيح في المناعه البنات بكري وعندي مشكل ديال الماكله ما كنقدش ناكل الا كليت حلت تخيسات وتخلعات وداك الشيء كله طيح لي طونسيون. حتى هو شحال اربعه غير ربعه والكبير تسعود كيهبط حتى لثمانيه. خصك الراحه خصك النعاس الماكله وتسوجي شويه صافي ما تبقايش بريسيسي صراحه مع الخدمه والدار والضغط ديال لي فواياج. لي فواياج مابقاش كاع كنمشي اللي كنمشي عندو دابا راه شي ربعه هادو ديال المغرب ديال سخري ديال سخري ان شاء الله غنمشي ضروري. المهم نخليكم النمر ديال سميه راكم عارفين كتنظم رحلات ديال تركيا وهي حنا فين وفين. لا ان شاء الله ان شاء الله من هنا لشهر 10 تولي ماشي ولي لاباس تولي لاباس. قلت لها خصني نجلس معاك واحد السيمانه ندير لك فرميه والله تاكل ونقابلها ونضحكك. ماشي انا كنضحكوا النفسيه مروحه محتاجه بزاف محتاجه محتاجه انا مسافره السيمانه الجايه. قلت لها يلا سافري معايا ولكن هي دابا محتاجه الراحه خاصها الدار نعس مزيان باش انا دابا حتى الخدمه ما كنمشيش لا والو غادي يفوت. شوف صحيت حتى شي غادي يفوت ان شاء الله عادي ازمه تفوت عشان انا من رجعت بيدي شحال من حاجه شحال من عمل درت راه رجعت من الموت كنت كنشهد الحمد لله كلشي كيفوت. جيت جسمي عند الله مرحبا بك. غير هي باش زوينه انا كنت كناكل كنعاون راسي انا كنت كناكل حتى دابا الدواء كناخذو غير ما كنحملوش وكناكل صافي كنعرف خصني نعس خصني نعس. قلت لك البارح شقا عليا كليت غير دانون البنات عرفت ديك الساعه ما عنديش الشهيه الشهيه ما عنديش ما كنقدرش ناكل ولا كنت ما نقدرش نفوت واحد القياس اللي قليل. ان شاء الله غادي يكون كلشي ان شاء الله. عطيناكم الطاقه السلبيه البنات سمحوا لي. لا كيسولوا عليك والله كيسولوا فين فين غبرات سميه. هي اصلا مع الخدمه غبرات على اليوتيوب ولكن انستغرام راه حاضره. غنخلي لكم انستغرام ديال سميه ونمرة التليفون الناس اللي باغي يمشيو تركيا الناس اللي باغي يقولوا بعدا الحمد لله على سلامتك والله يشافيك. دخلوا عند الانستغرام والرقم التليفون نخلي لكم تاهو هنا. الناس اللي باغيين يمشيو تركيا كاين الرحله ان شاء الله في شهر 10 غنطلبوا عندو غتمشي ان شاء الله 23 واقيله من 18 واقيله 25 8 ايام. انا نحاول نخلي لكم لافيش هنايا ونخلي لكم التليفون. البنات اللي باغيين يمشيو كدوز رحله فنه. انا براسي ما كرهتش نمشي شهر 10 ما عرفت تقدر تكون شي مفاجاه صراحه ما كرهتش. الا عاودتيها في شهر 12 ما كاينش شهر 12 كاين شهر 12 ان شاء الله. هي شهر 10 يكون باقي الاجواء زوينه وداكشي. المهم البنات اللي باغيين يمشيو تركيا تواصلوا مع سمية دايره ثمن زوين بزاف اللي هو 7400 درهم. فيه لوتيل فيه الطياره فيه الطياره بعدا من المغرب لتركيا الي وغوتور وفيه الترونسبور من المطار لوتيل من لوتيل المطار. فيه فطورات وكتنظم لكم خارجات في تركيا كيكون فيها مرشد سياحي تشوفوني شنو غنحافظ ترونسبور من لوتيل ثاني البلايص ما غتمشيو تشوفوهم. كل مره كدير بروغرام كل مره كدير اسواق كدير خارجات مناطق سياحيه البروغرام تيكون مختلف. حفظات ديال الفطور والله ولوتيل كيكون في القلب ديال التقسيم يعني قريب لك ديجا غير ديك البلاصه تقدري تخرجي تصوري
دوزو قيتها زوينه كديري فيها الكونسي تمايا تقسيم راه معروف معروف تقسيم فن واستقرار كلشي قريب ليك كلشي قريب حتى البوسفور يعني لوطيل في السونتر ماشي لوطيل بعيد وكل مره خصك ترونسبور البلاصه غير تما كتقدري تخرجي شحال بلاصه غير بوحدك هي دايره بروغرام كاين يكون معاك مرشد سياحي اللي هو كيهضر بالعربيه كيشرح لكم كلشي هادشي ما كيتواصلوا معاها كتصيفطي لها افونس وكتصيفطي لها الباسبور وصافي كتشرح لي كلشي في الواتساب البنات اللي عندهم استفسارات هي كتشرح لكم احسن مني كاين بروغرام البنات كاين بروغرام كيكون فيه كاع لي ديتاي كاع داكشي اللي كتعرفوا البلايص اللي كنمشيو ليهم بروغرام فيه كلشي كتصيفطوا لي ميساج كنصيفطوا لكم وكتقراو حتى الا ما فهمتوا شي حاجه كنشرح لكم عاد كتواصلي معاها تشرح لك هادشي ما كاين المهم خصنا نلبسوا شويه حنا كنا غاديين قلت لها يلاه نمشيو ناكلوا الحوت انا وعبدو كنا باغيين نمشيو ناكلوا الحوت الجديده تما كنمشيو جديده كناكلوا كنبغيو ناكلوا الحوت وقلت لها انا باغي تخرج وقلت لي غير نخرج راك ما نخرجك اصاحبتي عارفه قلت لها نخرج سميه غتاكل الحوت هكا ونرجع انا وياها وعبدو كنا عندها ماماها مسكينه مقابله هاد الايامات كنا نخرجوا نضربوا دويره صافي حلفت على ماما قالت لي لا والله ما تخرجوا نتوما جايين عندنا انا غنصوب لكم غدا ما غاديش شويه على المعاد غدانا متواضع البنات جاونا واحد الوقيته باش نفعل لكم صبحوا لي نتوما لا لا بالعكس انا فرحانه ومتواضعه لقيتينا البنات انا مش بداش ما جلسش كاع معانا ما فطرش معانا حنا راه شفتوا صور لكم اللقطه ديال الفطور فطرنا اني ما جلسش معنا نهائيا وقالت لي سمي سبت عمي قلت لها اختي نجي نشوف قلت لها نجي نعوم زعما عوم ولا ندوش وقالت لي لا قلت اللهم كرهت كون خرجتي معايا ما كرهتش انت عارفه دابا يلا اختي نمشي نتحط شويه المهم نرجعوا لكم حس عرفتني دايره فلوغ قالت لي طلع عليك اما والله كنت باغا نجلس معاها وصافي ضروري اختي نمشي نتحط ضروري ديري لي مجوله اختي شوفي الاجواء كي دايره نوريكم انت نصور لكم شويه ديال لابيس غير من الفوق دابا السميه كاينه الفوق انا مخيمه البنات انا مخيمه في دارها دابا ماشي في دارها طالعه الفوق مع مريضه شويه وداك الشيء طلعت الفوق قالت لي انا صح اكثر ايوا صافي غنديروا لهم طله من بالكم تما امي صافي كاع ما قفلني عليه شوف واحد الشمس هنا قفلنا اختي جاتك اللبسه واعره راه كتحمق جاني معايا اختي والله الا جات زوينه انا عجبتني هاد اللبسه شوفوا البنات اللبسه مع الطانطوفه عرفتي جات البنات جات واعره واعره وكتبع وبينات ضعيفه ضعيفه كاع مقليطه كنعيرها البنات كنعيرها وعشتي مع الزرقيه والزرقيه ديال البيسين زوينه عرفتي ليك جات واعره ضروري خصك ضروري حتى هي فن الوليدات تبارك الله كيلعبوا صراحه واحد يجي يخيم هنايا واحد السيمانه الراحه يشبعوا من لابيسين الراحه والله الا الراحه دابا البنات هو قريب سميه قريب ها هو البنات اللي هي اون فاس تولي لاباس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اختي مرحبا بك عندي وشكرا بزاف على الزياره ديالك عجبني الحال دوزنا وقيته زوينه هادشي اللي بغيت الله يحفظك الله يخطيك شوفوا البنات الاجواء لا بيسين راه عامر حتى الجو زوين انا والله واخا كاين شويه ديال الحراره غادي نلبس صافي غادي يحبسوا باش الناس تما كيرتاحوا شويه ايوا يا اختي شمس الدنيا هزين اختي اللي منور لينا الفيديو يخطيك خاصك فيتامين دي وبغيت الشمس وين نقراش على الشمس انا قال لي عبدو راه خاصك الشمس اه بصح تمشي للبحر هاد السيمانه ان شاء الله غنمشي ان شاء الله هنا خالتي ماما سميه مسكينه لقيناها دار لينا الغدا الله يعطيها الصحه واخا مبرزطين مع المرض وداكشي انا كيف ما قلت لكم كنت باغا نخرج سميه تاكل الحوت برا وتبدل الجو ولكن حلفات علينا الله يخلف عليها تغدينا في سيدي بوزيد واختي درنا الديسير في جديده المهم هاد البنت العمر هذا الله يسهل عليها نخلي لكم نمره التليفون ديالها الا كانت كتخلي النمره سينو الانستغرام حتى هو دخلوا عندها ديروا لي كوموند كدير لها ليفغيتي فين ما كنتو والاثمنه جد مناسبه كتخدم من الدار صراحه دائما انا كندير لها لي لايك دائما تلقاوني في الانستغرام كنشجعها ندير لها لي لايك حتى هي مادبه والله عمر هذا وصل لي دي كومونتير اللي هما زوينين فرحت بيا ملي مشيت عندها فانا فرحت بها بزاف والله فرحت ملي تلاقيت معاها قلت لها شوفي ان شاء الله غندوز عندك كوموند تكون زوينه وغنشاركها مع البنات غنبارطاجيها معاكم يعني اشهار ما والو يعني انا بغيت ندير هذه الخطوه قلت لها عمر هذا وهكا نشجع بعضياتنا اللي عرفتوا جديده شحال عامره قال لي عبدو ما عمرني شي جديده عامره بحال هكا انا قلت لي لا دائما كتكون عامره ديما كتكون عامره في الصيف عرفتوا البحر هذا البحر بعدا اللي في الدخله ماشي ديال العمان وعامرين شوفوا غير الطوموبيلات يبينوا لكم خبار زعما اللي مستاسيونين عاد لداخل عرفتوا مني طلينا لي باراسول واحد حدا الاخر حدا الاخر حدا الاخر عامره ما شاء الله الدنيا صباح النور كي دايرين لاباس عليكم كي صبحتو اختي البارح ما قدرتش نكمل لكم فيديو
جينا عيالي شوفوا وجنا دوزنا وقيته زوينه امير فوج عام في لابيسين شحال من حاجه وحنا فوجنا غير في الطريق شوف السميه ملي كنشوفوا شي واحد عزيز عليكم كتحسوا براسكم راه فوجتوا ماشي مشيتوا كتبقاو في الدار صراحه عيات فيا يلا نخرجوا نهبطوا لتسكت لنا يلا خارجيه من الكلينيك خاصها ترتاح المهم اهم حاجه مشيت شفتها الله يشافيها مسكينه شويه لقيتها شويه وان شاء الله كلشي يفوت كيف ما قلت لها تهلا غير فراسه وصافي بسم الله دابا فقط الصباح نفطر حتى غنمشي للخدمه خدامه شوفوا صوت واحد الحريشه حرشه عاديه ودرت فيها مرسيطه البنات اللي ما كيعرفوش مرسيطه واحد النبته اولا عشبه كتكون طريه كتباع عند هما اللي نعناع بحال الفليو بحال بحال هكا كدار في المسمن في الملاوي وكدار في الحرشه كتجفنا خصوصا في البرد ايامات البرد كتجي زوينه صافي يعني حرشه عاديه وكتقطعيها ديك المرسيطه وكتخلطيها مع عبدو كتعجبو درتها هاد الصباح جات زوينه المهم غنفطر دابا وغنمشي الخدمه خدامه عشان عييت البنات مكنكذبش عليكم شوفوا دابا الويكاند يوم الاثنين يلاه غنبدا الخدمه وراسي دارني هاد الايام عندنا خدمه بزاف شهر 7 و8 كتكون عندي الخدمه بزاف كتكون كيجيو الناس بزاف كيكونوا لي مرات بزاف الله يدوز هادشي على خير وبخير زعما بديت كنعيا شوفوا خدمتنا كتبغي الخاطر خاصك تضحكي في وجه الناس ويسولوك وتجاوبيهم وتعطي خاطر الناس كيكونوا من برا كازا وتشرحي لهذا وتشرحي لهذا وشحال من حاجه انا غير التليفون صوته كيبقى يرجع ليا في ودني والبكا ديال داي الصغار والصداع ديال داي الصغار كيبقى يرجع ليا في ودني ملي كندخل للدار والله العظيم ملي كندخل للدار بعد مرات في الفراش كنتخشى الفراش كيبقى داكشي كيرجع ليا في ودني بحال ملي كتكوني في الحمام بحال هكاك المهم اختي غنحاول ناخذ واخا غير 3 ايام 4 ايام نرتاح فيها حيت ما يمكنش سينو ما غيبقاش عندي الخاطر وخدمتنا كتبغي الخاطر الا ما عندكش خاطر درتي حتى شي حاجه المهم غنفطر دابا وغنمشي للخدمه ان شاء الله بسم الله غنكمل فطوري المهم اليوم عبدو فطر بوحدو حيت فاق بكري مول فين كنفطروا مجموعين ولكن اليوم غير اليوم مشى بكري الله يسهل عليه الله يسر الامور عنده خدمه بزاف هاد الصيف حتى هو كثار مني صافي انا نجمع الطابلو غنديروا دويله بالدار ضروري هاد الدوره الصباحيه والمسائيه باش هكا كتحافظي على الدار نقيه المهم غندير المعنات يتغسلوا ندوز لاسبيراتور شويه صافي هذا هو الروتين اللي كيتعاود كل نهار مني كتعاودي كل نهار كتبقى لك الدار نقيه ماشي بحال كيتجمع لك الشقه انا صراحه المواعن كنخليهم شي يتجمعوا دغيا غير كنخوي الماكينه كنرجع كل حاجه بلاصتها وكنعاود ثاني نستفهم هي اللي كتنفع صراحه مهمه بزاف كاينين البنات اللي زعما عندهم شي حاجه زايده ناقصه انا ولفتها واخا نقدر نغسل المواعنات بيدي ولكن ولفتها كتجيني بحال كتجمع الروينه ماشي غير كتغسل المواعن وصافي كيبقاو فيها حتى تكوني مساليه وعاد كترجعيهم هنا دزت للصالون توا غندوز عليه لاسبيراتور كنصيقش بزاف مكنجففش بزاف كتبقى هي الدار نقيه كتدخل شويه الغبره مع كنخلي انا دائما الشراجم محلولين ضروري من الغبره ولكن ماشي شي وسيخات زعما تقدري ما تصيقيش حتى 3 ايام 4 ايام ماشي مشكل كيبقاو غير الحمامات اللي كندور بهم وصافي البنات اللي كيسولوني على لاسبيراتور راني فايته مشاركه معكم ونخليكم رابط ديال الموقع في صندوق الوصف ويا اختي على الصاد عرفتوا البارح مشيت ديبوزيت مول فات يكون بارد معروف عليه بارد جديده مشيت ديبوزيت مبردين البارح الصهد الموت كنقول لسميه هذا الشيء خصيت الجو ماشي ديالكم هذا راه ديالنا ايوا اليوم ثاني صباح الصهد المهم درت بالدار جميعه خفيفه كيف ما كنقول لكم دائما الحمامات داكشي شويه 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 باش تبقى الواجهه نقيه اما الشقه التقيل كيكون مره هكا في السيمانه خصوصا البنات اللي كيكونوا خدامين شوفوا جبت لبسه غنلبسها هاد لاشوميز وهاد شحال هادي الالوان كنلبسهمش كتكون عندك شي 3 لبسات ولا 4 تنحط عليهم شي لاخر اختي كلبسوا الماريو دابا وليت كنجبد اختي المقعه الخاويه غندير معها التسريبي صراحه ماشي ديالها ولكن مريتو معها وغندير معها المكحل باش نهار الرسم بصح كحل وصنا ديال الكحله صافي هادي بارده وبالنسبه للغدا راكم عارفين الروتين حفظتوه مول فا كنجبد الدجاج ولا اللحم ولا شنو باغا نصاوب اليوم ما جبدت والو ملي كنحصل بحال هكا مكنش عندي الكانه باش نطيب ولكن بغينا ناكلو ماكلة الدار شنو كندير نخرج مع 12 ونمشي عند الجزار انا ولا عبدو كناخذ لي ستيك ديال اللحم دغيا كيوجدوا مع الثومه وازير والزبده شويه الزيت والملح والبزار صافي دغيا كيوجدوا كنحيدهم كندير لاصوص بلونش مع شامبينيون صوص شامبينيون كتجي رائعه وكندير اما لا بيغي اولا بطيطه مسلوقه اولا ما كنديرش كندير غير سلطه اكله صحيه فيها البروتينات والخضر والفواكه وسهله مهله مهم ماكله ديال الدار وسهله راه اللي ما بغيش يصوب صراحه زعما يطيب هكا في الدار ماشي ضروري توقف في الكوزينه راه الساعه كتوجد لك كلشي السلطه الملح وكلشي
اولا كندير كفته، كندير البقيله ديال الكفته ومطيشه اولا غير كفته بالبصله اولا الدجاج، هادشي اللي كندير ملي ما كنبغيش هكا نطيب صافي. وكن ندخلوا هكا نتعاونوا على سلطه ونحطوا طبيله ديالنا نتغداو ونوض ثاني خصني نتغدا ونصلي ونغسلوا وجهنا ونديروا ليكرون ديالنا ونمشيو للخدمه. دابا الروتين ديالي وانا دابا غنلبس وغنمشي للخدمه، راكم عارفين كنمشي الصباح ونجي مع 12 للجوج. وافقني هذا الجو وعجبني بزاف الليل خلاص، واخا العيال اللي قلت لكم اللي كيزيد صبرني وداكشي كنقول جوج دقائق نوصل للدار، ماشي بحال شحال هذيك كتكون شد الطريق شد البطور اختي بحال غدا المحمديه. المهم نخليكم هنا، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كملتو لكم اليوم في الصباح، بالسلامه عليكم وخليتكم على خير وبخير، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.